سلام، كيفكن؟ كيف صحتكن؟ شو اخباركن؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كلياتكم بألف خير. واهلا وسهلا بكل الصبايا اللي انضموا لعائلتي جديد، واذا كنتوا جداد على هاي القناة لا تنسوا تعملوا اشتراك وتفعلوا لي زر الجرس، واهم شيء انه تحطوا لي لايك من تحت ايديكن الحلوين، لانه اللايك يا بنات كتير يعني شلون بدي اقلكن اياها، انه كتير بيستفاد الفيديو من اللايكات اللي بتحطوا لي اياها، بيرتفع اكتر بيوصل لاكبر عدد مشتركين عندي. طبعا انتم مالكم مشتركين والله بسعر اخواتي كلياتكم، الله لا يحرمني منكم ويخلي لي اياكم. هلا الفيديو اليوم بيحكي انه بدي اجيب غرفه قعده. الصراحه انا كنت ناويه اجيب غرفه قعده جديده، لاني والله انه مل قلبي من غرف المستعملات، بس الله ما يسر لي انه اجيب غرفه جديده. ويلا شوفوا في الفيديو شو راح يصير معنا. هلا وانا عم ورجيكم الفيديو انه غرفة القعدة كيف كانت، هيك كنت بس الصراحة حاطة بغرفة القعدة. وهلا هون بلشت فضي الغرفة كلها قبل ما تجي غرفة القعدة التانية. هلا مثل ما بتعرفوا انه انا لسه ما مديت الاراضي سداج، فطلعوا كلياتهم محطوط هون، والاغراض كلياتهم نقلتهم نفضتهم وحطيتهم كلهم تخت ابني يحيى، وكمان علقت انا ويحيى انه ليش حطيتهم تختهم ما حطهم تخت علي يا ماما. هلا هون طلبت من ابن عمي قلت له ساعدني شوي انه نلحق نفضي الغرفه انه قبل ما يجيبوا الغرفه القعده. الصراحه يا بنات انا اخذت غرفه القعده مستعمله بس لمشي وضعي هلا، لاني مثل ما بتعرفوا جايينا شتاء، والغرفه القعده انه بتبقى احسن من الدشاكات، لان الدشاكات ما عندي اياهم كلهم نفس بعضهم، فقلت غرفه قعده انه مثل الطقم احسن من بلا. شو عامل ابن عمي؟ ترى شو عامل؟ ترى ابن عمي تاخذ لك سحره من هون، يا ابن عمي تاخذ لك سحره من هون. لك فما هو معصب ومتنازق وعم بيقول لي يلا بسرعه وعنا شغل، فهو جايب لي طاوله الزرع عم بيقرب لي اياها، فوقعت منها زرعه ووقع لي كل التراب الاحمر في الارض، فقال لي خلص لا تعصبي هاتي انبك. ما شاء الله تحت الاحمر. بس المشكله عايفك مشان تساعديني بالشغل، شغلت ساعديني يعني لو ما الشغل يا رب لا في لازم اسجل. بس الله 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 طلع بوتيك لاني في عندي شغل. وسخ؟ ما عشان بابا مستحق. زرعات
انا بخلص من الزرعات وانت بتجيبي لي الزرعات. لسه زرعه الفلانيه وزرعه الفلانيه كل حبيبي كل بيت اللي هو مشان الزرعات، كل بيت بندور فيه اللي هو مشان الزرعات. انا بكبهم وهي بتجيب لي زرعات، انا بكبهم وهي بتجيب لي زرعات. اخو حرام عليك انت. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انت لسه عم تروح تجيب حبيبي عندك شغل ولا ما عندك؟ المشكلة انه عندي شغل، هي المشكلة. وانا مستغل الوضع، بس هل معك روح اذا بدك بس هل معك بدي اساعدك بالشغل لك. ماشي ماشي تخلص الشغل ما بخلص. مو انت ابن عمي؟ ماشي بدك سنة كسرة. طلع 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 اشبه ايش بتفرجيني؟ ايش عم تجيبي لي؟ قفلتها هلا اطبطب. دي 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 والله ما بشتغل معك ولا شغلي. ها يلا حطها انك روحي. شو بتجيب لي من هاي؟ شو بتجيب لي من هاي؟ حطها حطها ما عليها. شو بتجيب لي هاي؟ حبيبي هدول زينه. كل الزرعات. لا حول ولا قوة. يا بتعزب توقع. طلع طلع شايف هاي البيضاء وهي نازله تحت. ايه شغلين عندك. هاي حطها هون. حلو جأجأ لي. انا بمسح وانت جأجأ. تفضلي خلصي خلصي ماشي بس خليني اخلص الشغل. يلا يلا عمري يلا يلا روحي يلا بخلص والله بخلص يلا روح. والآن ابن عمي يأخذ الأوضة. جول راح نص الديوانة. الديوانة لازم تكون هيك بنحطها فتلها هيك وإذا قفل حيط. أيوة يعني قصدك إنه الزراعات لازم يكونوا هناك. بدك تعرف ايش؟ لا 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 طلع عن جد الديوان لازم هون تكون. قولي ليش؟ هم في براده عن جد ولادي عم بيقطعوا لي اياهم. هي بنحطها هنيك وبنحط جنبها قلطه ثاني بسع. خلص طلع طلع اسمع اسمع عن جد اسمعي لقلك. هي هي بنحطها هنيك وجنبها قلطه وهي الديوان هون طويله هون جنبها قلطه وهون بضل الارض هون الارض فاضيه. شو رايك؟ تت 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 لك الله وكيلك. لا واحد سكان ببيت كبير خلص مرتب بيت صغير كون كبير بندور بنلف بندور في الاوضه ان كان صغير. واخ هيك ضاقت شلون بقى؟ كنت بتعرفي شو عملت؟ كنت وقعت سطح المي كله. يا سلام جد كنت عم بصرف ايش مات؟ قديش مات؟ يا حبيبي اصلا لك عليك ما نقعد نشتغل فرع. يا معلم بتعرفي كمان ايش بتحسن تساوي؟ تمام حطي هذا هون حطي الطاولة هون. شو؟ الطاولة هون. ايه طاولة؟ طاولة بيضة. بيضة ولا تسعة؟ تعرف؟ تسعة تسعة ولا عم تسعة؟ تعرف شو؟ شو؟ ولما نخلص ان شاء الله انا وانت ما نقتل بعضنا. حطها يوم. حطها يوم لا ايه والله طول الديوان تاعي جنبك. حطها جنبها حطها ما بقلها. ايه بصير عندك هون مساحة ما بقلها. لك يا عيني عليك يا معلم. لا خير عليك انت مالك عارفان ايه؟ خير عليك اذا بدك هذا حطه والله ما بدي اشبهها الا شي جاني. روح علي حطها يلا. يا سلام عليك يا مهدي. ايه ده؟ الحمد لله 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 الحمد لله. إذا بدك تجيبي إيه. حتى هدول بس تحسن تحسن على الطول. إلا هن هدول؟ إيه. لا مش عارف بتشرح أنا بصير بقدر أحط واحد بس هاك كذا عشان تشكي صندوق. إيه واحد صغير؟ هاك صغير وخليه يتشكي صندوق. صغير ما هيك صغير أكبر شيء. أبد بس أول شيء تعال نجيب سداجة نبدأ. يا يا أبعد يا يا أبعد. شو؟ تعرف شو؟ هلا شو عشان اللبس وجاهن روحي؟ تت 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 ايه ما بدك تفشيها شوي لهون انا بساعدك فيهم تفشيها. جاهز؟
تعرف قبل يا علي انه هلا ما نقلب السداجه الحمراء مدها ولا قبل على الباب هلا؟ لا هلا طولي بالك خلي يدخل هيك البرد على السوال. لا هي بدك يعني انا توسخ خلي توسخ على السوال. جيبها روحي بالسداجه كمان هلا انت عم تجي مو طبيعتها انت روحي. لحم اجرك ولا اجرك اللي بطبعه كمان الله وكيلك مبين على التليفون بيتنا مكبر ومكبر وين اغسل يا حنياح قلت ليش بلكيت؟ عم جربوا انسى اول بركة تحكي مع حالك بنعمل يعني هيك يا قلبي يا روحي شو بتحكي مع حالك؟ يلا بس هيك اشوف صار برد ومطر ونزل هذا بقبل بقبلك بس انت لابسه وبمسحهم مسحه وشو؟ يلا دقوا بالدبل هيك قوم بسرعه عندك شغل شغل نسيان انت عندك شغل؟ كلام بساعدك روحي ايش هو الشغل؟ بس هيك نقلب طالع لك كبسين؟ يا ما اسهل هلا دقيقتين خلص هلا قوم بس هيك قلبي لي كمان هات هات قوم يلا قوم يلا يا رب بس في شيء هون ايش انا عندك على اخوي عيني لا شب شب لي يلا اي امر يلا ايش ندخل هذا الصغنون هذا ندخله هذا يلا ماشي ماشي يلا ماشي بخلص شغلنا بابا خلص شغل ماشي يلا بن عمي صراحة حبيبي يلا عم تستحقيني لاني بس عندي شغل يلا طلع روحي هاي بني يا شي مثل ما انا بشتغل عم بساعدك انت بتشتغل وبتساعدني في يا شي والحياة تعاون يا بنعيش مع بعض يا بنموت مع بعض بالراحة دور بالراحة خالص متجنن انا وراكي حسبي الله ونعم الوكيل بس المساحة يضل لك لما نبرك حسبي الله لا تعصب من عمي لا تعصب لا تعصب على يشفك كده ما زال ردش هكونه هذا نص البيت الضحاينا هاي نشيلها بلاها
سمكة بيتي ناس منها ولا هلا إذا حطينا الطاولة تغطي هلا حطينا الطاولة خلينا نتأكد نجرب على كل حال جيب الطاولة يلا نصلى الساعة تنتهي إن شاء الله نجرب لك من أنا بدي أساعدك في الشغل في ورانا في ورانا شيء ايش في ورانا؟ ما انا الساعة 2 3 4 ونص الصبح يلا 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 ما عليك انت ايش علي انت اذا فوت الظهر ما عندنا مشكلة حبيبي بعد ما تروح انت؟ ايه حتى بس كمان ما شاء الله لكان حرام انا تعبانة سهرانة لا بعرف قرياني صارت قرياني صارت يعني اتقتل اه؟ اتقتل معي اتقتل الله يوفقك الله يحن عليك اتقتل معي خليني اروح احضر بغرفتي خلينا نخلص الشغل بس خلينا نخلص الشغل بدك تقتل معي تعب ماشي ماشي خلصنا؟ اه؟ هذا فين الرفيق؟ شو هو؟ هذا الكرسي؟ هذا؟ ايه؟ في محل